متابعين سؤالتنا بقى نسمع بدنا نتغنج على الكل قبل ولا بنحكي قبل هدوء ما قبل العاصفة هدوء لحتى نسمع بقى نسمع منك توني على طول يلا يلا نرجع نحكي يلا اخ يا لبنان اخ قالوا يا رايحة عالعين تتمنى يا رايحة عالعين يا رايحة عالعين تتمنى عطشان قلبي من الهوى عطشان سبحان يلي خالق الطلي نقلة غزالي طلت الفرسان والشعر عالكتفين متدلي وعيون لون الورد بنيسان لك يا مغنج يا مدللي غلي قلبي بهواكي دايب وعشقان عشقان عشقان قلبي يلي مضيع دهب بالسوق الدهب يلقاه لقيتهم هلا يلي مضيع دهب بالسوق الدهب يلقاه واللي مفارق حبيبه يمكن سنة وينساه يابا بس اللي مضيع وطن وين الوطن يلقاه يلقاه وهي بتتغنج عالكل وحلوة وبتشوف بحالة شباب عليها بتدل جنوا الكل بجمالة هي بتتغنج عالكل حلوة وبتشوف بحالة شباب عليها بالذل جنوا الكل بجمالها لما عالساحة بتضل الشمس بتتخبى وبتفل لما عالساحة بتضل الشمس بتتخبى وبتفل مثل النجمة اللي عم بتهل الغالي بيرخص كرمالها يابا هي بتتغنج عالكل حلوة وبتشوف بحالها شباب عليها بالذل وجنوا فوق العادي بتتغندر مثل العصفور شنوا عليها الصيادي مشيتها دادي دادي غنوش فوق العادي بتتغندر مثل العصفور شنوا عليها الصيادي كلنا رقة وحنية عيونها جوز حرامية سرقت كل قلوب الناس روحي وقلبي وعيني لما عالساحة بتضل الشمس بتتخبى وبتفل لما عالساحة بتضل الشمس بتتخبى وبتفل مثل النجمة اللي عم بتهل الغالي بيرخص كرمالها الغالي بيرخص كرمالها
عم بتغني عن الاغاني للصبايا. بنعرف اوقات بيقولوا كثير انه الصبيه بتوقف تتفرج على المرايه بتضلها بتزبط بحالها لحتى تطلع حلوه واحلى من كل غيرها، وبيقولوا انه الصبايا عندهم غيره بتقتل اوقات، انما معروف كمان انه في غيره كثير قويه واوقات بتقتل بين الفنانين وكل الاشخاص اللي بتكون عليهم الاضواء، يعني كل الاشخاص النجوم اللي خلص بيصيروا ملك الناس. بس دائما واحد لازم يفكر انه فعلا الساحه للكل والساحه بتساع الكل. قديش الفن بعده عن جد بيثير غيرة الفنانين كتير بين بعضهم، وقديش هذا الشيء بيلعب دور سلبي بحياة كتير من الفنانين. هلا أنا برأيي إنه أي منافسة مش بس بالوسط الفني مفروض تكون منافسة موضوعية، منافسة موهوبة. يعني اليوم الفنان لازم يكون في عنده منافسين، ولكن طريقة المنافسة بالظل الأجواء اللي نحن عايشين فيها، الصحافة أوقات عم تنقلها غلط. يعني مش كل شيء ما يقال في الصحافة هو صح. صح، في كتير فنانين أصحاب وأصدقاء، وأنا بعرف زملاء كتير وما عندي مشاكل أبدا مع حدا، بس دايما لازم يكون في عندك أنت جهد متواصل لتقدمي أفضل من اللي قدمه زميلك الفنان. مشان هيك أنا دايما بسمع أعمال غيري لحتى أشوف أنا شو بدي أقدم. بس ما في غيري، اكيد في غيري، مثل ما عم بتقول في منافسه وغيري، مش بس ما بين الفنانين، بكل حتى بالرياضه. يعني شفنا شهدنا مؤخرا بين الرياضي وبين صحيح الحكمي شو صار، يعني قابت الدنيا وقعدت ورجعوا حلوها حبيا بمباراه كانت هو وديه، هو دايما دايما الحل حبي عم يجي ودعينا بس بالاخر عم يجي ودعينا الشباب يكون عندهم روح المنافسه الطيبه والحره، هنو عم بيشجعوا اي فريق بالمونديال او بشيء ثاني. طبعا انتم كمان من جيل الشباب، ان كان ليال وان كان زينة، يعني بتحمسوا بطريقه رايقه، والاكيب اللي بيكون معكم عم بيحمس اصحابكم وقت ما رح تكون موجوده. رح بلش مع زينة. مونديال اذا بدك. بعد بتصدق انه ما حضرت ولا ماتش بعد هالاكل حيصير. لكن سالت الشخص الغلط. ليال كثير غلط. انا فكرت قد ما شجعت انبحت. انا بشجع بطريقه ما بتحضري ابدا فوتبول؟ حلوه منطقيه، عندي حدود ما بتخطاها، بأخلاق رياضية، بروح مرحة فيها نوع من المنافسة، بس المنافسة البناءة اللي بتوصل لمحبة ما بتوصل لحقد وضغينة. بالنهاية نتعارك مع بعض كرمال رياضة، وبحبز أنه يكون في تشجيع على الرياضة أكثر من السياسة. نحن منحبز أنه نسمع صوتك أكثر. تكرم عينك كريمة. شو بدك تغني لنا؟ رح أقول خليها بقلبي تجرح على الوضع اللي عم نعيشه هلأ. أي مظبوط، تفضل. تعطيني المايك.
Baby.